actually هون انا I have like this tiny website under construction damage. Okay. So هذا like website شوف like www.certainaddress.kaza. If you allocate this address remotely, typically كيف بيخلوك تتحكم فيه؟ طبعا في عندك it's في different ways to control it. ممكن يكون web page online هي موجودة to control everything, to upload files and so on. أو قد بيكون في Linux connection عليه, you can explore it كأنه عندك using commands, زيد files, اخلق files, تعمل install للأباتشي, تعمل install install لماي اس كيو ال للشيء equivalent للوامب على لينكس and so on. بيطلع لك اوقات حسب شو انت الهوست تاعك. So هون finally هذا الويب سايت ما شايف CS is for me. السايت هون انا عندي اياه جوا. اذا باخذ الفولدر اللي عملناه هذيك المرات دمج اللي اسمه سامر سايت, اوكي اي دراج ات اند دروب ات هير, اوكي عندي بقلب بقلب الريموت ديستنيشن. استك يلا يصير يبين عندي كونكشن استابليشد وهلا عم بنقله. يس سوري مش الفولدر سامر سايت كان لازم يكون بقلب سبيسيفيك فولدر عندي هون على الهارد ديسك مثل ما انك شايفه هون بقلب وامب 64 فولدر سبيسيفيك فولدر اسمه www يعني ذا ويب بيجز تعولي في نظم انا يكون عندي اكثر من سنجل ويب ابلكيشن يعني نفس السيرفر في يكون انا عندي هوستد سامر سايت بلال سايت اند سو ان ديفرنت ابلكيشن. سامر سايت هي ابلكيشن لجاردوري معينه ما ادري انا عامل ابلكيشن هون للجامعه اند سو. هلا طبعا فيك تعملين لهم اليسز بشكل لما يفوتوا على الادرس تاعيتك مثل انا هون مثلا بهذا الويب سايت اللي بيفقس www.csisforme/site بفوت على شيء معين. اذا بحط مثلا teaching.cs.forme بيروح على سب دومين من الدومين تاعي بيروح على another website. So welcome to my teaching page. Okay. So كل واحد بصير بيروح على root folder ومن هونيك برايح في يكون كل البيجز عم بأشروا على بعضهم البعض. Okay. هون أنا إذا رحت على هيدي الأدرس رجعت رحت كتبت هون سامر سايت. Okay. اللي هلا بعدني عامل له upload. Okay. Enter. حيطلع لي نفس البيج اللي طلعتنا هذيك المرات locally عندي على الكمبيوتر بس هلا عن جد absolutely I'm taking it from the internet. Okay. Over the web. فيكم تجربوه على تليفوناتكم هلا لايف، اوكي؟ نفس الويب ادرس. سو بس حابب كنت هيدي الديمو مشان تشوفوا انه اللي عم نعمله انه اتس كونكريت منه مش عم نعمل اي كلام، صحيح داير عندي على لوكال ادرس هي 127.0.0.1 بس اتس جاست ا ماتر اوف دومين نيم، اوكي؟ لو هلا انا بوصل لابتوبي على راوتر هون لوكالي بقلب الصف وباخذ اي بي ادرس 192.0.1.168 ما بعرف شو، بتكت بهيدي الاي بي اذا انت واصله على نفس الراوتر بالبيت او هون بالصف بتكتب بهيدي الاي بي ادرس 8080 كرقم بورت بتوصل لعندي. واذا حطيت عن جد على فيزيكال ادرس موجوده اي بي ادرس موجوده ريموتلي انا دافع حقها مشتريها من هوستنج سيرفيس معينه بصير اكسسبل افري وير ان ذا وورلد. اوكي لانه بيلعب اسم الدومين تاعك اللي انت بتشتريه فاهم حقه كانه هو فيكس اي بي ادرس. اوكي واخر نقطه هون مثلا اكشلي بدي كنت فرجيكم اياها حتى انكلودينج البي اتش بي سكريبت تاعي انا اللي انا كتبته لانه اي هاف اي بي اتش بي سيرفر على يعني عندي الاباتشي سيرفر منزل على حده بي اتش بي سو افكتيفلي مش عم بيعطيني ايرورز هون عم بيقول لي لا هذا البي اتش بي بيج اي نو ات فيري ويل. اوكي رايت كليك عليها لشوف السورس انا هلا بعيد ليك شو بيعطيني هيلو وورد وهيك ما بيعطيني ابدا الكود بي اتش بي اللي انا كاتبه ليك بس بيعطيني هون انه انا حاطط ان كومنت بي اتش بي كود معين. So exactly the content تاع ال HTML page اللي أنا عندي إياه لأن الكومنت is an HTML comment فبينبعت عند الكلاينت مثل ما هو. وهلا حتكون كتير لذيذة إنه ناخذ نفس هذا الكود مثلا ندوره ببراوزر تاني بصير هون عم بيقول لي you are not using Microsoft browser when I will be writing it هون بقلب ال شو اسمه ال هذا البراوزر اوكي سوري هون اخذ لي اياها مع فيو سورس بلا 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 سو عم بيعطيني هون يو ار يوزينج مايكروسوفت براوزر هون عن جد بقى في اطلع عندي على السيرفر شوف اللوجز وبشوف عن جد في عندي تو ريكويستس اجوا من هيدي الماشين عند اي بي معين حيطلع اي بي تاع الجامعه بيطلع فعليا بيقول لي في فلان فلاني عمل من ماشين اسمه مايكروسوفت كذا 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 عمل كونكشن او يوزينج كروم عمل كونكشن لعندك ريموتلي دايناميكلي. اوكي صار عندي ريلي كلاينتس صرت مفتوح على الويب اند سو اون. اكثر من هيك بفتح النوت باد المتواضع تاعي انا اوكي وبعمل فيه
اديشن لهيدي البيج اكشلي. خليني بس هون سوري بقلب هيدي ال recent documents، حروح على سامر سايت index.html. اكشلي لا ما بدي، بدي البيج الثانيه. فينا نسلى فيهم اثنيناتهم اكشلي بنغيرون. test.php اوكي. سو راح على index.html ححط لكم كلمه I don't know. بعد هذا اللينك حط لكم هون update. سوري اوكي. حروح على هذا الفايل الثاني test.php and I'm gonna activate هيدي البارت اللي من هون. اوكي برجع بروح هون عندي على الفايل زيلا. اوكي يا ما ببعت كل الفايلات يا ما بس مشان امشي اسرع حفوت على سامر سايت عمالة السيرفر. العمالة اليمين هو السيرفر تاعي. اوكي بتقولي لي كيف اعمل عليها كونكشن، بلكون انا اوريدي معرفها هون للكونكشن تاعيتي somewhere بقلب فايل سوري بالكونكشن. ويت سايت مانجر. اوكي سو اوريدي انا معرف انه على سي اس فور مي على عند الهوستنج سيرفيس اللي اسمها او في اتش. اوكي عندي هيدي الاي بي ادرس فيكس اي بي ادرس، هيدي بدفع حقها مصاري. اوكي سو عندي فيكس اي بي ادرس بضرب بيبا بحكي على رقم البورت الفلانيه، عندي يوزر نيم، عندي باسورد. هذا اللي بيخليني اني فوت اعمل ريموت كونكشن وابعت فايلات من عندي ويوزنج هذا التول اللي اسمه اللي هو عباره عن اف تي بي كلاينت اسمه فايل زيلا، ونازل عندي اف تي بي سيرفر فايل ترانسفير بروتوكول سيرفر على على الويب سايت تاعي، بقدر ابعت الفايلات ريموتلي. سو هلا هون نفسي دول الفايلات بس حابعت الاندكس والتست دوت بي اتش بي. اوكي هرجع اعمل لهم ابديت بس يخبرني انه الكونكشن از استابليش هلا ويتنج فور ذا ويلكم مسج 100%. هلا هون عم بيقول لي موجودين اوريدي اون تو اوفررايد، حلو يس يس بعت لي اياهم على السيرفر. هلا اذا بروح عندي على براوزر او من تليفوناتكم وانس اجان اذا بعمل برجع بطلب نفس اللينك هتلاقي مع كلمه update طلعت عندي هون. So it's in real time updated عند الكلاينتس تاعولي. سوري واذا بفوز على اللينك تاع ال PHP you will see it with the PHP info result. اوكي سو فعليا مش عم تعلم حكي بالهوا، هذا الكورس منه شيء بتكبه ثاني يوم، هذا فيك تعمل ريل ويب سايت. اتس فيري تامبتنج للصيدليه اللي حدك، للمستشفى اللي حدك مستوصف، لك انت تحط على السي في تاعك. هذا واز فيري سمبل تو بي كرييتد. ما تنفعت برفيقك اللي ما بعرف شو اخذ هذا الكورس مخلص وعامل فؤاد.com شاري ب $5 بالشهر او وات ايفر، وحاطط عليه السي في تاعه وحاطط عليه صور وحاطط عليه خبريات وعامل فيسبوك تاعه هو اذا بدك عنده. اتس كويت ايزي تو دو. اوكي اتس جاست ليميتد باي يور ايماجينيشن يور كرياتيفيتي يور ويل اكشلي تو ديفلوب يور سكيلز بالويب بروجرامينج والويب ديفلوبمنت. اوكي فيك تعملها خدمه لحدا، فيك تعملها فور بزنس بيربس تطلع من وراها مصاري اند ايفريثينج ويل بي فيري كول. الحلو فيها كمان هي ذاتها هلا بس مش واصل تليفوني اكشلي. اذا بعمل نايس ديزاين بصير بشوفها عندي على يعني ديزاين يكون ادابتيف ريسبونسيف. بركي ان شاء الله بنحاول انا بلشت بالبي اتش بي دغري بعد الميد تيرم تنشهل لنرجع نتعلم سي اس اس 3 وكيف اعمل ريسبونسيف ديزاين على الـ على الويب على الـ على الموبايل ديفايسز، تنتعلم كمان اكثر اشياء عن جي كويري موبايل وجي كويري يو اي اند سو اون. سو يدوب بصير بخلوا لك فيري نايسلي لوكينج ويب سايت على البراوزر العادي على الديسكتوب اند اون يور موبايل ديفايس. اوكي خلص طلع بصير عن جد قد ما تتعلم اكثر قد ما بتستثمر اكثر بالويب سايت تاعك على قد ما انت بصير شو اسمه عندك بروفيشنال اكزيستنس على الويب. اوكي وهدول حقيقه بس انت حط هذا اللينك باول السي في تاعك وبيحكي عنك رايح على على ويب ديفلوبمنت كومباني، حط الويب سايت تاعك وبيحكي عنك فوت وشوفوا شو عامل سو فار. اوكي اتس ريلي نايس. طيب توجب هذا الاستطراد السريع اذا بعدك مصمم تظهر ما عندي مشكل. اوكي وفينا نخليه داير هلا كرنتلي الفايل زلا بركي عبالنا نجرب شيء نشوفه لايف اذا طلبته مني باخر الحصه. So what we can do actually with PHP so far. So حارجع انا عطل هيدي الكوماند. اوكي ولا يهمك او اذا شيء حنروح نخلق ب سامر سايت another file. I need the بدل ما اروح على الاكسبلورر تاعي في اعمل رايت كليك من هون اوكي وروح على الدبليو دبليو دايركتوري بوصل اسرع. سامر سايت هو هون I can change my file. So for instance مثلا عبالي روح اعمل
فورم. بعدني لهلا ما بكون عم بشرح بي اتش بي اكاديميكلي انه ورا بعضه من الفاريبلز اوبريتورز وكذا وفانكشنز كيف بتعرف هيك، بعدنا عم ناخذ بس سناب شوت للاكزامبلز. سو عبالي فرجيكم حقيقة كيف في اتحكم كمان مش بس بالريكوست من وين جايني من عند اي يوزر ايجنت، اوكي هذا الكود شفناه المرة الماضية وفرجيتكم دغري انه عملت عليه اف الس معينة. لا حفرجيكم هلا كمان كيف اذا عندي فورم وكاتب فيها فيلز معينين كيف في اعمل لهم تريتمنت على السيرفر سايد، بس انت ما بتشوف الاف والالس تاعيتي كيوزر، ما فيك تغير، ما فيك تعمل شيء بالبزنس لوجيك تاعيتي. لو تشقف حالك اذا انا انلس اليوزر نيم يكون ايكوال دمج والباسورد هو دمج مش حقبلك انت، وبدك تعرف هذا سر مش حتعرف اذا انت يوزر عادي. يو نيفر نو وات اي روت اون ذا سيرفر سايد، اوكي هذا الشيء بيصير محل راسك انت عن فيسبوك، ما فيك تفوت تدعي انه انت يوزر ليجل يوزر اذا مش عن جد خالق اكونت اند سو. اوكي يمكن بس اخر شغله بعد قبل لطور هذا الاكزامبل نقره صغيره وفرجيك كيف فيك تخلط اتش تي ام ال مع بي اتش بي. سو بتتذكروا هون كنا قايلين له اذا كانت اليوزر ايجنت سترينج اللي وصلتني اذا بقلبها كلمه ادج then display this message as display that message. طبعا ما شرحت بالتفصيل هالميثود اللي اسمها او هالفانكشن اللي اسمها str position str pose، اوكي اللي هي بتبرم لي بتشوف لي شو البوزيشن تعيد هيدي السب سترينج بقلب هيدي السترينج الكبير. حقيقه بترد لك رقم، بترد لك انتجر اذا لقتها، else بترد لك بوليان اللي هو فولس. بتقول لي اف عم كيف بي اتش بي بيعمل هيك انه ما هي بالعاده ريتيرن تايب بتحدده قبل الفانكشن. حقيقة بيشتغل مثل جافا سكريبت بيتعامل مع الفارز ان جنرال وما عنده اتس نوت ويل تايبد اتس نوت ستريكتلي تايبد، اوكي فيها ما تحدد له الفانكشن ما بتحدد له شو ريتيرن تايب تاعها وبايدك انت بتقول له ريتيرن هيلو او ريتيرن 1 از ا نمبر والكولر هو عليه انه يكون يتنبأ شو ممكن يكون التايب تاع الفاريبل تاعه. اوكي سو جروسو مودو هذا اللي بتعمله ولاحقا لما نحكي عن الفانكشنز اكثر نرجع بنرجع لها. بس انا هون اللي على بالي افرجيكم اياه انه ليك انا كيف يوقف البي اتش بي سكريبت تاعي بهذا المحل تروح اقول انه dont echo actually. حروح انا مثلا على بالي كنت اني استعمل اتش ام ال تاج معينه، حروح اعرض بهيدر 2 هيدي الكلمه مثل ما هي. اوكي سو ما على بالي هيدي الكلمه تخبص مع الكود تاعي، ما على بالي وسخ الكود تاعي فيها، بس الكود تاعي بيرجع بيكمل من وين؟ من عند البريسز تاعو للالس وبالرايح. مزبوط سو برجع فيه حط بلش بي اتش بي سكريبت من هون وبالرايح، ارجع كمان وقفه عن جديد هون مشان قل له عرض لي از اي هيدر تو هيدي المسج اللي هون. اوكي بتكون هي طالما هي ستاتيك مش هروح اعرض لها ايكو، ان دازنت ميك سنس اني اروح اعرضها يوزنج ايكو، في اكتبها مثل ما هي. بس اخر بريسز هي تابعه على الكودينج ما هيك، سو برجع هون برجع بحط لها بفتح لها التاج البي اتش بي. شايفين كيف صار مقسم الكود تاعي؟ سو whenever you have code فيك تكتبه انت يوزنج بي اتش بي تاجز بقلب البي اتش بي تاجز. اوكي whenever you have constant part of the text to be displayed inside the HTML page fix it rather than using HTML tags. اوكي عم تقدر تخيلوا الخبريه سو حتى including اخر braces عندي اياها مفروض انا ارجع اسكرها وكانه عن جد عندي real program. وال PHP ما عنده مشكله ابدا فيك you can nest them as long as you need. اوكي يعني فيك يكون هلا بقلب هذا ال part اللي من هون في يقول له بلال you are using Microsoft كذا كذا، يكون بلال هي اسم variable، فشي افتح هيك على الحارك بي اتش بي تاج على الحارك، اوكي اعرض فيها اسم variable معين سمي لك let's say dollar username. اوكي سو في خلطهم قد ما بدي. اوكي اوكي بلال you are using بلا بلا بلا، وتحت ارجع استعملها هي ذاتها وكون انا بلال معرفة هذا اليوزر نيم كنت حاططها قبل، حط له اياه هون as a variable يوزر نيم. هلا كرنتلي بعد ما عرفها ثابته لاحقا في سي جيبها عن جد من فورم حدا عمل عليها لوج ان او سبميت او سمثينج لايك ذات، حط بقلبها كلمه بلال. اوكي لاحظتوا كيف هون لانه عم بكتبها ان لاين ومشان لانه ما في الا سطر واحد سو اي دونت نيد تو اكشلي تو بوت اي سيمي كولن، بس اذا بكتبها لايك ذس ما بتنعرض كما يجب، لازم اقول له لايك ايكو ذس فاليو. اوكي سو هون بيجي اهميه الايكو لانه هون يوزر نيم منا انستركشن قائمه بحد ذاتها، دازنت ميك سنس حط اسم فاريبل هيك مثل بالسطر سي كاتب فيه اكس، يا بدك تقول اكس ايكوال سمثينج يا بدك تقول له برنت اف اكس تعمل تعرضها يا اوكي يا تاخذ فاليو تاعتها تحطها بقلب شيء ثاني. سو شايفين كيف هيك كلمه صغيره بقدر
فطلع بي اتش بي بقلبه بلشت اكتب اتش ام ال، بس بقلب الاتش ام ال غيرت عقلي كتبت شويه بي اتش بي لانه بدي دايناميك بارت، بعدين رجعت على الاتش ام ال العادي. سو يو كان ريلي نست ذم از ماتش از يو ونت. هون نفس الشيء كان في وقف هالتاج واكتب اتش ام ال بلحظه ملحظه از يو لايك. اوكي سو ليت اس تشيك هيدي شو صار، شو عاد صار فيها. حروح لانه ما مش عامل ابلود كل الوقت دايناميكلي، حرجع على اللوكال فايل اللي عندي اياه. سو بس عم بيفرق عندي الدومين نيم تاعي. It's not found. لماذا؟ لأنه صح، لأنه بطل صار سمينا index.html. sorry. okay. وهلأ if I click on this one I will get like Bilal you are not using blah 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 blah. okay. I think يمكن أنا بس الطريقة اللي yes الطريقة اللي أنا عامل فيها هون اعتبرها كأنه HTML text عادي. إذا هلأ برجع بهمشها وبعمل ريفرش هون للصفحة تاعيتي. اوكي I will get this message. اوكي شو بعد فاضل كمان مش ثابت عندها؟ يمكن السبيس هون بيناتهم. يس اكشلي لازم كنت بالمحلين حط colon and space وحصير الواي سمول لتر مش كابيتال لتر، وهلا بصير ظابط الاكزامبل تاعي. اوكي سو جو باك ريفرش. سو بلال يو ار نوت يوزينج مايكروسوفت. اوكي وضحت هيدي فكرة النستنج. بعدني كنت عم بحاول اشرحها على نفس الاكزامبل. هلا الاكزامبل نمبر 2 هو كيف في جيب بوست داتا من فوق. تفضل محمد. ما فهمت شو قصدك. يا فيها شو شرط عم تقول؟ لا هون النيم ما عم حط له كونديشن، مش عم حط له شيء، بس فرجيتهم كيف انا الكود الاساسي تاعي كان فيه كونديشن بيس على اليوزر ايجنت. اذا بقلبها كلمه ادج فعم بقول له يو ار يوزينج مايكروسوفت ادج براوزر، else يو ار نوت يوزينج مايكروسوفت ادج. بس فرجيتهم كيف كنا كاتبينها مع ايكو هذيك المرات الاثنين. اليوم وقفنا التاج بي اتش بي وكتبتها as a static sentence، وقبل ما حتى اعملها ران فرجيتهم كيف بارت من هيدي static sentence فيرجع اعملها dynamic. يعني ام نستنج HTML PHP وبنصدين HTML PHP عن جديد and so on. وهلا هيدي كمان كان فيه وقفه وارجع اكتب الستاتيك HTML. سو هيدا الشيء بيخلي PHP كمان يكون كثير فلكسبل اكثر من اي سكريبتنج ويب سكريبتنج لانجويج ثاني بالحياه. اوكي وات ايلس الاكزامبل كنا عبالنا نعمله اكشلي عبالنا نروح هون على الاندكس.html بدل كلمه update I'm gonna add a new form. اوكي سو form هنسكرها تحت. دايما انا بفضل انه واحد يسكر كل التاجز قبل ما يكفي شغل فيهم. هنقول له الميثود هي بوست. اوكي فيك تكتبها كابيتال لتر سمول لتر اتس فاين. الاكشن هي حاطي انا اسم فايل موجود حدي حيكون سو اكشن ايكوال، حاطي اسم فايل حدي بس هالمره ما حيكون فايل عادي اتش ام ال، حيكون فايل بي اتش بي لما تكتب فيه دايناميك كود. اوكي سو ليتس سي هسميها هاندل فورم dot php. اوكي وبالتالي قبل ما انسى هروح دغري اخلق هون بقلب سامر سايت كوبي عن task.php. اوكي حسميه handle form.php handle form.php. طبعا هلا بيطلع فيه ديفولت كود اللي انا كان موجود عندي بقلب task.php. حبلش انا ارجع اغيره تماما بعد شوي. اوكي سو حشيل كل اللي كان موجود فيه قبل. اوكي ونكتب كود بعد شوي يخولني اني اعمل تريتمنت للفورم. اوكي بيرفكت. الفورم شو بدي يزيد فيها؟ سو حزيد فيها تو انبوت تكست اكشلي، في يزيد لايك كايند اوف باراجراف مشان يطلعوا مرتبين الايتمز تاعولي. حزيد ليبل سوري سلاش ليبل هتكون هي كلمة enter your name أو name. okay. بعدين ك input text input type تاعه حيكون equal to text. okay. name تاعه حيكون هو ال programmatical name اللي أنا بدي استعمله على السيرفر. okay. so name تاع ال هيدا حسمي like username or name as you like. اوكي يس اوكي هلا حديت هلا اذا بدي بس حاول شوف شو طلع هذا الفورم برجع هون على index.php
بحاول شو سو بين هون عندي نين. بعد بدي زد له فيل تاني let's say الايج تاعه للزلمه based على الايج or whatever. بدي له you can have your driver license او لا اذا اكبر من 18 او اصغر من 18 وبيس على النيم اي كان دو سمثينج او في يقول له هي بلال يو كان نوت هاف يور درايفر لايسنس اور وات ايفر. اوكي تنشوف كيف تو فيلدز انا في اخذهم اعمل فيهم شيء اون ذا سيرفر سايد هالمره. اوكي سو كانت محرزه انه خلانيهم على ايدنا لانه هلا اي كان ريوز ذم بس غير الليبل حنسميها ايج. اوكي الانبوت كمان تاكس بس هالمرة النيم تاع هيدا الانبوت هو age and I'm gonna add just an input of type submit وهيدا أنا بحاجة إن يكون هذا الانبوت ما يكون button عادية لازم يكون submit. okay I don't need to give it a name بس ك value في اعطيها label اللي بدي اياه في يكون value another thing check if you can have a driver license or whatever. okay الفورم كلها سوا هي بتكون بتحددها اذا كانت get او post. okay الفورم ككل هي اللي بتحددها هي submit button لا حول لها ولا قوة هي بس هي بتعيط according لانت شو عرفت الفورم تاعيتك بتعمل it will accordingly send a post request او a get request. وهلا هون محرزين نرجع ندور الديباجر نشوف انه النتورك ريكويست كيف انه شو التايب تاعه وشو عم ينبعث داتا ونقدر نلقطهم كمان اون ذا سيرفر سايد. اوكي بالبي اتش بي كود وصلنا جاي مثلا نعمل نحن ريفرش. اوكي هلا حتشوف اذا بفقس سبميت كارنتلي بتدر لي الهاندل فورم دوت بي اتش بي. اوكي وبيقول لي هلو وورد اللي انا اكشلي كارنتلي كاتبها بقلب الهاندل فورم يعني كانوا اني واي هذا ات از اجنورينج ماي sent data by default فيك تعملهم you can ignore them ما بيأثر. okay بس اني هل ترى ما بعته لا بيكونوا بعته بس simply السكريبت تاعك ما عملهم didn't handle them. okay so مش مضطر دائما okay انك تعمل handle لكل الريكوست. how to handle them so actually كيف انت كان في عندنا نحن predefined global variable بيسموه super global variable اسمه server هو عبارة عن array of values واحدة من values كان اسمها the HTTP user agent رحنا جبناها في عنا كمان predefined super global variable اسمه post. okay وهذا كمان it is an array في يفوت أنا على بيكون قاعدين بقلبه كل ال post data. okay في كمان فوت على كل ال data اللي فيه including مثلا the one that I know very well إنه اسمه name. okay so بلو أعطيني ال post data اللي اسمه هذا name هو بيكون اسم الفيلد اللي انا هون حطيته. اذا ما بدكم اياها تعملكم confusion كان فيكم تسموها like يوزر نيم او whatever. اوكي كمان النيم النيم اللي انت عاطيهم اياهم لالهم هن كلهم الانترنالي بيكون هو ذا سيم فيك تقول له اعطيني اياه وهو بيكون الفاليو تاعيته الليبل تاعيت الراديو باتن ذات واز سيلكتد عندك. اوكي او التشيك بوكس اللي انت نعمل لها سيلكشن يعني فيك تقول له عندك تشيك بوكس ثلاثه تشيك بوكس واحده اسمها بدي اكسترا باد بدي بريكفاست. اوكي بس اثنيناتهم حاطط لهم كنيم لالهم extra options. okay ففيك تصير على سيرفر سايد قول له اعطيني البوست داتا اللي اسمها extra options. okay if it is equal شو اسمه sorry يعني مش check boxes radio buttons اذا هي equal extra bad فعمل لي هيك else اذا هي equal breakfast فعمل لي شيء ثاني. okay so we're gonna check them كلياتهم كيف بينعمل لهم treatment اجمالا ما بيختلف ابدا عن الطريقه اللي كنا ممكن نعالجهم كمان بالجافا سكريبت كود واكشلي عم تفيقني انه هيك شغلات ما شفناهم بالجافا سكريبت كود. اوكي سو وير غانا تشيك ذم ليتر اون سو هلا المفروض يكون صار في الاسم بين ايدي ام غانا جيت ذا ايج كمان سو ايكوال البوست داتا اللي اسمها ايج. اوكي وطلع ما اخر همي اذا كانوا انتجر ولا سترينج ولا وات ايفر. اوكي لحاله هو بيعمل لهم تريتمنت هلا حنشوف سو هون اكشلي في يصير له just to make sure انه وصلوا لعندي في يقول له انا name نقطتين في هون اعرض dollar name as a variable. okay شايفين غير الجافا او السي ما بحط لهم plus. okay so بحط لهم كما وكانهم هن several separate arguments
واصليني على الميثود تاعيتي. بعدين في I can display الايج تاعو للزلمه is equal to الكما اللي هون انا حاططها بس مشان ينعرض بال HTML page name نقطتين فاصلة عمره للزلمه. اوكي بس سوري بي ار اكيد كمان اذا عبالك تطلع على السطر الثاني 100% مشان ما تعمل كثير confusion هيدي الكما اللي جوا تميز عن الكميات اللي برا. سو في حط كمان هون الايج على السطر الجديد حط كلمه ايج وحط وراها the age of the person. اوكي so let us check once again هلا شو بيصير هون. حقيقة لما تعمل ريفرش على صفحة كان معمول لها سبمت مسبقا من صفحة قبلها بيصير بخيرك البراوزر انتبه انت هون اذا عم ترجع تعيد السيناريو يعني you are resubmitting هدول الفاليوز بلال وكذا. اوكي ليش بنبهك عليها؟ لانه انا هون عم بشتغل لوكالي بس براوزر عامل امبلمنتيشن لشيء يشتغل ان جنرال مع كل شيء بالحياة. انا مرضني الاي سي اكشلي ما فينا نتحكم فيه من هون. سو تخيل لو انت هلا كان هيدي الفقسه اللي انا فقست عليها من شوي هي مدخل الكريدت كارد تاعيتي ومدخل مبلغ 500 دولار وقايل له باي. اذا بقدر ارجع اعمل ريفرش على الصفحه تاعيتي اتس غانا ريسبمت ذا سيم ريكويست انه بليز رجع دفعني 500 دولار مره ثانيه. شايف ليش بيسالك بينبهك؟ هلا هون انا اي هاف نو كريتيكال انفورميشن ات اول ففي يعمل كونتينيو and actually you will get the same okay the results. هلا ملاحظين النيم والايج هن امتي لانه انا actually لما كنت هون بقلب هالصفحه I didn't fill anything. وسأل له like let's say بلال الايج 15 so yeah ماشي سر يعني بقاب 34 it's fine nothing okay حبيبي. So ملاحظين اذا بفتح هون بس شغله اخيره بعد لكل اللي بعد مش عم بيقدر يعرف شو الفرق بين انه كود جافا سكريبت او كود انه بي اتش بي. طلع انا هون عندي بقلب الصفحه ما في ولا سطر جافا سكريبت يعني الزلمه اللوجيك تاعت الجافا سكريبت تنبعت مع الكود وبتتنفذ عند اليوزر على الكلاينت سايد. بيقول له اذا الكريدت كارد تاعك رقمها كذا ففيك تدفع. لقط رقم الكريدت كارد بيقدر يحطها هو بايده ويدفع والكود جافا سكريبت بدفعه حقيقه بيحجز له كل شيء. لا مش هذا المطلوب. المفروض كل البزنس لوجيك تاعيتك شري دفع باسورد كذا تكون موجوده على السيرفر سايد وما حدا بيعرفها الا السيرفر. اوكي ما حدا قدر اشعها من الاند يوزر. طلع شو بيجيك انت هون بيجيك بس افتح الفيسبوك بيج تاعيتك بيجيك بس اسمك طلع فيها بحبيش شو اللوجيك على اللي على اساس عملي لوجين مش موجوده nowhere else than the servers real servers تاعو الفيسبوك. اوكي سؤالك سامر او عمر شو بالفاريبل نيم ما حطيت فاليو هي 100% هو فعليا اذا بفتح هلا البوست وبقول له دامب في عندك شو اسمه فار دامب تعمل دامب عن الفاريبلز اللي موجودين عندك بالميموري. اوكي بيعرض لك هون ان ذا بيست بوسيبل واي بس انا ام نوت شور اباوت ات ميبي فار دامب يس فار اندرسكور دامب وفيك تعطيها انت الدولار اندرسكور بوست. هلا حيطلع لي كثير خبريات اكشلي بالهيدا بس حتشوفها اتس ان اري اوف كي ايكوال فاليو كي ايكوال فاليو كي ايكوال فاليو. هو في كي اسمه نيم الفاليو تاعيته هي كانت بلال مسابقه هون في كي اسمه او نال او امتي مثل ما كان شوي في كي اسمه ايج بيكون الفاليو تاعيتها ما كتبه بالهيدا وفي طبعا يوزر ايجنت الفاليو تاعيتها كذا كل شيء بينبعث بالبوست فيك تشوفه من الميل الثاني. سو ام نوت شور اف اتس غانا ورك ان ان اكسلنت واي لانه في كذا طريقه لتجيب انت الدمب تاعيتك جاست مي تشيك سو اون لاين 7 اكيد انا منقص شيء هون يس مش حاطط سيمي كولن كالعاده. اوكي كونتينيو اوكي سو شايف شو عطاني. سو هون اكشلي بالبوست عنده بس اري لايك سايز تاعه از ايكوال تو 2 والنيم هو اوف تايب سترينج اند اتس بلال لينك تاعه لهيدي السترينج 5 وهيدي 15 اند سو اون. اوكي كنت عم بقول لك بيبعث البوست اليوزر ايجنت وبيطلع كثير كبير اكشلي هو مش البوست في عندك فاريبل ثاني سوبر جلوبال فاريبل ثاني مثل ما تخيل في بوست شو المفروض يكون فيه بعد في جات حيكون هون الجات از امتي ما في بقلبه شيء
بس عندك الكينج تاعهم بقلبه الاثنين سوا اسمه ريكوست. سو نهار اللي مش عارف انت اذا الزلمه فائس على هايبر لينك انت حاطط فيه كخفيسي مؤلفه على ايدك يوزنج كود جافا سكريبت حاطط فيه وير ذا نيم از ايكوال تو بلال اند ذا ما اعرف شو از ايكوال تو اند ذا ايج از ايكوال تو 15 او فائس على الفورم اذا مش عارف اذا جايك من فورم ولا من هون يعني عامل دو جيت ولا دو بوست بس بكل الاحوال انت ما عندك مشكل اوكي سواء كتبه من فوق ولا كتبه انه فائس على الفورم انت مستعد تعمل له هاندلنج للريكوست اذا مش فرقاني معك بدل ما تستعمل او بوست او جات فيك تستعمل دولار ساين اندرسكور ريكوست في كابيتال لتر ريكوست اوكي كمان هو بيحضن سواء كان جاي من الجات ولا من البوست بيقدر يحضن هودي الفاليوز سو مثلا ليتس سي هنروح نعرف تو ديفرنت اذر فاريبلز هنسميهم هذول اكيد 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 هلا فينا نعمل كل هيدا اللوجيك بس بما انه عم نحكي عنا انه جايين على البوست ولا على الجيت ولا على الريكوست هات لنشوف نجربهم انا وياكم سو حسميهم بوست نيم وبوست ايج هن اللي جايين من البوست اوكي وهون حس لو عرض لي البي نيم عرض لي مين البي ايج اوكي خلينا نروح نجيب الفاريبلز من قلب السوبر جلوبال فاريبل اللي اسمه جات اوكي طبعا حيكونوا مش موجودين لانه ما حدا عمل لي جات الزلمه عمل لي بوست اوكي سو هدول حسميهم جي نيم وجي ايج اوكي الفاريبلز اللي جايين من الجات نهار اللي بفقس على السبمت بتن المفروض يقول لي ما في شيء جاي على الجات اوكي سوري يمكن يعطيني نالز يمكن يعطيني ايرور ام نوت شور هلا ببين اي ثينك نال راذر لانه زي ما يقز لك من شوي كانوا موجودين وعن جد عملت بوست قام اعطاني انه امتي سترينجز لانه ما كتبت شيء بالفيلد موست بروبلي هون حيعطيني نالز او حيعطيني انديفاين سمثينج لايك ذات اوكي هون حروح حاول اعرض الجي بيج والجي ايج سوري والجي نيم اللي نجي من الجات انا براسي حنشوف شو بيعرض لنا وكمان حعمل دامب عن السوبر جلوبال فاريبل اللي اسمه جات اوكي وهلا بعد شوي حتشوفني عم بعمل شيء عن الريكوست اوكي سو ليت اس تراي ات هيدي تاز دوت بي اتش بي شو بدنا فيها بدنا نروح على هيدي اللي هون اوكي اوكي سو هون شو عم بيقول لي عندي undefined اوكي variable عم حاول انا اعمل له ايكو اند سو اون وطلع هون الجات لما عم حاول اعرضه شو عم بيقول لي عم بيقول لي ساينز از ايكوال تو زيرو الجات ساينز ايكوال تو زيرو ما في منه اتس نوت ديفايند و it's empty okay وخاصة لما كنت عم حاول يدول سطرين اللي عطانيهم على line number 11 and 12 إذا بروح لهون لشوفهم 11 و 12 هن نهار اللي عم بيحاول اخذ variable وهو أصلا الجد كله سوا على بعضه مش موجود بالحقيقة science is equal to zero okay dump تاعيته مثل ما انك شايف عطتني empty array و size is equal to zero name وايش بالتالي ما قعد فيهم شيء لأنه هدول variables منهم المعرفين is it fine هلا بينما السوبر جلوبال فاريبل اللي اسمه ريكوست كله على بعضه حنحطه كانه هو البيت على كل شيء ححطه هون فوق سو حامل ولا يهمك سو حامل من الريكوست حروح جيب النيم والايج حتلاقيهم موجودين معرفين لانه سواء بعتهم بالبوست ولا بعتهم بالجات بتلاقيهم معرفين اوكي هون حسميه ريكوست نيم request page وحروح اعرضهم actually request name and request page حتشوف هدول request name and request age ما عندهم مشكلة ابدا موجودين بالحياة تفضلي yes 100% بنكفي نعمل لهم error انا عملت دامب هون عملت دامب لكل الجات لفرجيكم انه شو في بقلبه هذا الجات السوبر جلوبال فاريبل اسمه جات نهار اللي بتعملي بوست بيكون الجات مش موجود بالحياه اوكي بيكون امتي نهار اللي بتعملي جات حيكون البوست از امتي بينما عاملين سوبر جلوبال فاريبل ثالث اسمه ريكوست هيدا شغال بيقعدوا بقلبه الداتا سواء انت عاملي جات ولا بوست والحلو فيه البوست والجات بس حيكون بقلبهم المينيموم ريكوايرد هذول الاتريبيوتس انت بيهموك اللي دخلهم بالفيلدز او وات ايفر او كتبهم بالكويري سترينج بينما الريكوست بيكون قاعد بقلبه كمان يوزر ايجنت بعده بقلبه كثير خبريات ثانيه اوكي سو ليت مي تشيك هودي الثلاثه اوكي ريفرش سو ملاحظين هون الريكوست ما عطاني ابدا ايرور قال لي النيم از بلال والايج از 15 ما بيميز اذا عمل جت ولا بوست اوكي ولقى كل الفاريبلز فيه اوكي من ميله ثانيه البوست كمان ما عنده اي مشكل وما عطاني ايرور بعده في عندي ايرور على الجت طيب خلينا
يس بس خليني فرجيكم. لو جيت انا اخترعت بايدي انا كويري سترينج قلت له وير نيم از ايكوال تو بلال اوكي اند الايج از ايكوال تو 33 اوكي سو هيدا اللي كنت من اول السنه. هلا حينفهم معكم مزبوط انه هيدا حيصير يلعب لي انا الجت حيصير يعمل جت على السيرفر ولا اقدر هلا قبل ما افقس انتر اقدر افهم شو عم بيصير. حعمل اف 12 لروح فرجيكم النتورك شو عم بيصير فيها. اوكي اوكي حروح اعمل هلا انتر حتلاقي انعمل عندي ريكوست. اوكي هذا اللي هون اذا بفقس عليه بيقول لي انا نعمل شو نعمل جت. اوكي ما نعمل بوست. اوكي تايب تاعه از ايكوال تو جت والكويري سترينج هون بفرجيكم شيء اسمه كويري سترينج بالاخير. كويري سترينج باراميترز هن نيم از بلال والايج 33. اوكي طلعوا هلا الريكوست بعده معتبر في اثنين فاريبلز انبعثوا له. اوكي البوست هلا صار هو اللي عم بيعطيني ايرورز على انه مش موجودين هودي الايتمز اللي اسمه النيم ولا اسمه شو اسمه بينما الجت بطلت اشتغلت كثير منيح ما بقت عم تعطيني اي ايرور. اوكي سو وضح الفرق بين هودي الثلاثه. سو اذا انت مش فرقاني معك الزلمه فاس على هايبر لينك بقلبه كويري سترينج بتبعث لك النيم والايج ولا دخلهم بقلب فورم اذا مش فرقاني معك اني واي يو ار غانا هاندل ذم ذن دو ات يوزينج ذا ريكوست. بس نهار تلعب لك تميز بين الكليك اللي صارت بقلب الفورم او الريكوست اللي جايه من قلب كويري سترينج then you can use either one of them accordingly. اوكي once again يمكن اخر مره شو الفرق بين البوست والجت. كثير ناس بيقول لك ما في فرق بيناتهم اعمل اللي بدك اياه. سو اول شغله بتلاحظها انه كل شيء انت كاتبه بيطلع اني كلير فوق بالادرس بار. هذا اتس ا بيج ديفرنس مش هيك؟ بتقلي ايه بس ما اليوزر هو اللي دخله ما حدا بيشعر الا اليوزر. بقول لك بس حدا سنيكينج on her or his shoulders بيقدر يشوف الباسورد اني كلير لما كاتب له and where the password is equal to كذا كذا unless في كود جافا سكريبت بيشفره قبل ما يضيفه على الكويري سترينج. ف منه كثير عملي اكيد لما يكون عندك باسورد او اي داتا ما لازم تروح اني كلير ولو حدا عم يتنقز عليك من ورا انت الباسورد بيطلع قدامك as stars ولو البراوزر حيبعته اني كلير انت حرام يبين عندك من فوق unless في اس اف 12 وواقف ورا كتفك مش حيشوف انت شو عامل. 99% من العالم ما حدا بيفقس اف 12 وبيبعث الباسورد تاعه. اوكي سو هذا اتس ا مين ديفرنس وبالتالي انت يو نيد تو ديفرنشيت بين ذم. النقطه الثانيه انه انت كثير صعب عليك تقعد كل ما بدك تبعث له لينك للزلمه بقلب الصفحه يبين انه ليتس سي تشيك يور ايج اند ما ادري شو يكون هو لينك. بدك تكون انت بالسيرفر سايد بالكود ال HTML معبى اللينك انه قايله href is equal to handleForm.php بس بلس يعني او كما زيد علي عامل لها ايكو لاشاره الانتروجيشن مارك بلس كلمه name is equal to حاطط فيها اليوزر نيم الحقيقي يعني مؤلف انت اللينك على ايدك. هذا اللينك انا رحت كتبته بايدي يوزر عادي يعني. اوكي لما تستعمل جوجل ما بتكتب google.com/q is equal to اوكي مثل ما شفناها هذيك ما حدا بيكتب الكويري بايده سو محبذ انه تروح منها لحالها. So كمان when it comes to this اصعب عليك انك تالف اللينك على كيفك. بس نهارة البيج تعيتك انت بدك تعملها سمبل ما بدك تضيف ريل باتنز سبميت باتنز. عندك مثلا مثل لسته برودكتس عم تعرضهم وفي عندك خمس صفحات عم تعرض 10 برودكت على كل صفحه وفي شيء خمس صفحات نهار بيفقص على النكست هذا تيبيكلي بيكون هايبر لينك مش حيكون سبميت باتن ونكست. اوكي انت تعرف انه اللينك اللي فقس عليه هو show me the next pages بس بتبعت عليه ساعتها انت لما بتبعت اللينك لعنده بتقول له هيدا هو النكست الريكوست هو show me next products.php where اليوزر اللي هلا هو عم يشوفهم لا يمكن يكون عندك 10 يوزر كونكتد واحد صار هلا بصفحه رقم 3 عم يتفرج واحد صار بصفحه رقم 5 عم يتفرج مزبوط سو بدك تعرف مين اليوزر اللي انت جيك لعندك وبتقول له كمان and where the current page number is equal to 5 عند هذا اليوزر اليوزر الثاني بعده بالبيج نمبر 2 اوكي فبتبعت خفيسه بقلب اللينك شو رقم البيج اللي هو currently واصل له. اوكي ف شايفين كيف بتسي سو يوجوالي بتستعمل هيدي التكنيك بس just in cases انت عندك شو اسمه complex processing. اوكي يس هي النيم تاع الانبوت تكست يس اوكي مش الحال هدول كثير كثير مهمين لانه بيست عليهم كل شيء ثاني انت فيك تعمله بالحياه. اوكي كل الانتراكشن على السيرفر سايد بتصير لايك ذس. ذس بينج ساد اذا بدكم حنروح نصير نرجع نعطل الكود تاع الجات لانه حصير نرجع على البوست تاعتنا. اوكي وكل مره
هناخد الريكوست. اوكي كمان هعطل الباراميتر جاي من الريكوست. اوكي وحنروح نعمل مثل ما كان عم بيقول لنا سامر، نبلش نعمل مش ايكو عاديه، نروح نقول له اذا كان العمر كذا then do this and so on. So طالما صرت واثق من هدول الفاريبلز شو عم بيردوا لي، بس كمان ات هوم يا جماعه عم تحل هوم ورك عم تعمل شيء، بنصحك بس تقفش الفاليوز، تاكد انه واصلين لك صح، واصلين لك صح مش مغلط باسماء الفيزن. هات اللي يجي بتقول له ديسبلاي نيم يا هيثم، وبيقول لك انه بيطلع فاضي، يا الله ريب. قبل ما تعمل اللوجيك اف اكبر واف اصغر، لانه اذا عامل اف والز حتحس اللوجيك غلط. ليش دائما عم بيقول لي يو كان هاف ا درايفر، ما انا حطيت له فاليو اقل من 18 كايج، ليش؟ فاول شيء اعمل لهم ديسبلاي انت وتاكد منهم، اعمل لهم دامب اعمل بدك اياه، بتاكد واصل لك الفاليو صح من الفورم، يعني معناتها انت الفورم معمره صح، بعدين اعمل اللوجيك تاعتك اكزاكتلي مثل انا عم بعمل هلا. يس شو قصدك؟ ما فهمت. بقلب الفورم في حدد له قديش الماكسيموم نمبر اوف كاركترز قصدك، مش هيك؟ اوكي. بتصبر لل ايه ايه وهيك بصير بنعملها. اوكي. بتخيل لكن انت بتخيل في شغله فاتتنا نحن عم نشرح الساينز اللي هون كان عاطيني اياه محمد، هو الساينز تاع الاري اللي اسمه بوست كله سوا على بعضه، اللي هو جاي فيه اثنين فاريبل. لا هيدا باي ديفولت، لانه في عندي اثنين فيلد انا بعمل لهم بوست. اوكي المحل معين، محل ما في عندك كلمه بلال، قال لي اللينك تاعه هو 5 لانه هيك ثقبت انا كتبت، بس انا كرنتلي اكيد مش حاطط ماكسيموم سايز او ماكسيموم لينك للفيلد. تكتب قد ما بدك. اوكي اوكي لو كنت حاطط كونسترينت اكيد كنت حكون ليميتد فيها، وهذا الشيء بال HTML تاع الفورم بيتحدد 100%. كمان يوجد يكون داتابيس كونسترينت لا شك. اوكي بس ما بتكفي تكون داتابيس كونسترينت، لانه في ابعت له اشياء مقال فورم باي ديفولت ما يقدر يكتب اكثر من 20 كاركتر تيكون متطابق مع الداتابيس، بس الزلمه هو اني واي يكتب كويري سترينج على ايده يعطيني اكثر من 20 كاركتر. بس مشان هيك دائما السيرفر قبل ما يروح يسيف بالداتابيس لازم يشيك على هدول المسائل. اوكي هون الاندكس الاري بقلب البي اتش بي اتس فيري سبيشال، مش ضروري يكون الاندكس هو حقيقه منه اري اللي انت بتعرفه العادي، منه تيبل عادي. الاريز بقلب البي اتش بي هن عبارة عن maps key equal value. إذا مش محدد أنت key، إذا عم تخلق array عيدك فيك تقول له new array بقلبه أحمد وليد خالد، ما عطيته شو الإندكس تاعهم. فهون by default بيعطيهم as keys ال value number 0, number 1 and number 2، ببلش بالتالي من الزيرو. أوكي بتقول له فرجيني ال names number 0 بصير بيقول لك أحمد، فرجيني ال names number 1 بيقول لك خالد and so on. مزبوط. لا السايز دائما بالتيبلز العاديين تاعو السي والجافا وين ما كان السايز بيكون هو ان، بس الاندسس تاعو للفاريبلز اللي بقلب التيبل بيكونوا 0 1 2 لحديت الان ماينس 1. اوكي لما تحجز. اوكي اوكي فهون ما في كونتراديكشن ابدا، بس انا فكرتك سمبلي عم تقول انه شو بيكون الاندسس هون. عن جد الاندسس تاعولهم هن نيم وايج. اوكي حتى اذا بتطلب منه قول له اعطيني البوست نمبر 0 ما بيرد عليك. اوكي لانه ما في عنده بالماب تاعيته بقلب الاري كي ايكوال تو 0 عندها فاليو، ما عنده. اوكي 100% هو اسم الفاريبل والفاليو تاعيته هي الفاليو اللي انت دخلتها بقلب الفيلد. اوكي ممكن يكون كمان عم اكلها. اوكي سو اللوجيك اللي هون بدي اعملها هي بيست على الايج. اوكي سو اذا الايج جريتر ذان 18 ليت سي حقول له ايكو كونجراتس يو كان هاف يور درايفر لايسنس. Okay. Else. Okay. If you are a Lebanese citizen, anyway, you can have your driver license. Okay. Oops.
go get a ride. Okay? Or whatever بدكم اياه. Donc هون usually اكبر او بيساوي بنكتبها as usual. Okay? بس اسم الفاريبل اللي هو دائما عنده دولار ساين هذا الشيء الوحيد الغريب. If else عاديه. الايكو حتكتب لي HTML content. اللي حيبين عندي لما اقول له view source ما حيبين الا يا كلمه oops يا اما كلمه congrats. فحتى الشيء اللذيذ اللي فيها سواء انت legal user او ما يعني هون لو كان هي بيس على الباسورد. اوكي؟ okay. اذا انت فتت على فيسبوك ما بتعرف شو هي البيج اللي بتطلع لك لما ما بتكون legal user. اوكي؟ okay. والعكس صحيح، إذا كنت أنت منك legal user وفتت ما بتقدر تتخيل شو يمكن يكون صفحة الفيسبوك لما تكون you are a legal user. أوكي؟ لما ما بتشوف إلا بس واحدة منهم، بتشوف يعني واحدة من هودي اثنين ايكو عم تتنفذ، مزبوط؟ So you never see the content of the else. تفتح view page source بيطلع لك بس واحدة من هودي الاثنين. أوكي؟ أكثر من هيك فينا نقول له congrats فلان الفلاني. أوكي؟ وهون بالتالي لقول له فلان الفلاني في يس حط كما واعطي دولار نيم سوري كما وبعدين كمل الجمله تاعيتي. اوكي سوري سوري لا ما في مشكل اكشلي اوكي يو مين هون اذا بدي اقول له كونجراتوليشن فلان الفلاني هلا فينا نرجع نفرجيني اياها بعد شوي. اوكي اللي حيعطيني عليه ايرور اكشلي انه بس هودي الشباب هن اسمهم بي ايج اند بي نيم حغيره من فوق مشان نضلنا عم نشتغل وذ اي سمبل ثينج. اوكي اوكي كالعادة عندي هون ايرورز لانه بعدني عامل جت ملاحظين. اوكي لانه بعدني عامل جت فاكشلي لانه الفاريبلز الايج هو ماشي فبيعتبره as an integer هو 0 فهو اصغر من 18 فقال لي اوبس جو جت ا رايد. اوكي سو اشتغل اللاين اللي تحتاني لانه اصلا ما في ايج بالحياه فاعتبره 0 باي ديفولت. اوكي اذا برجع هلا انا بحاول روح على سامر سايت من ثاني وجديد لاعمل بوست حقيقيه حنقي هيثم 20 3 2 1 20. اوكي submit. So hello congrats Haysam, you can have your driver license. Okay. بحاول دخل let's say شادي 2.5. Okay. Anyway ما عنده مشكل بال 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 variable types. Not feeling well. Anyway. So what هت القصة معكم؟ طيب هلا لا أعوذ بالله. يا ريت. اوكي اوبس ما بدنا ندفعك حقه يا فؤاد. فؤاد خلينا نرجع نركز على الحصة وبعدين من هيدا. Okay. So اللي تعلمناهم so far بال PHP لهلا هن how to store the tag, how to close it, and you write code inside it. ما هيك؟ أي PHP statement. 100%. حيكون في عندك instructions على نسق لتحكي مع MySQL, open connection على الداتابيز، مرق لها شو الـ URL address تاعتها للداتابيز، ممكن يكون على غير كمبيوتر كمان هي الأخر، مع شو الباسورد واللوج إن والباسورد لحد ما تقدر تفوت على الداتابيز. You open a connection. لما تفتح الـ database management system بيقدر يحتفظ بأكثر من database، واحدة للـ products واحدة للكذا. بتفتح الـ real database اللي أنت بدك إياها. بعدين you make statements
select statements على table اللي انت بدك اياهم and you get the results, you iterate on them. So هني هالفور steps: open a connection, open a specific database schema, open a specific table or set of tables from it. هيدي بترد لك set of results, set of rows, you iterate on them. بدك loop for that to iterate on them. So to connect to the database is quite easy. حنشوف لاحقا. The same instructions you use inside the database to select the data from it. Okay, you use it from inside PHP. Okay, that. لكن I open the tag, I close it. بكتب البديهة جواتها. اللي كمان نحنا شفناه so far إنه في عنا super global variable, في عنا server. Okay, في عنا request underscore request. اللي هو اطلعوا على الناس اللي سواء أنت عامل post ولا عامل get. بيطلع هو شغال وبقلبه نفس الداتا اللي بقلبهم. اوكي سو هدول they are very very nice start لحديت هلا عنا اياهم. الكنترول ستيتمنت تاعوله اوكي تشوف انت شو في عندك اشياء تقدر انت تعرفها. سو في عندك الاف كونديشن اوكي braces اوكي else braces وهذا الشيء هو optional. في كمان تقول له else if ملزقة ببعضها تفتح له braces and so on. يكون عندك nested ifs بقلب بعضهم البعض. نهار بدك تقول له إذا علامته فوق ال 100 فوق ال 90 then قول له A. Else if أكبر من 80 then do this. Else if أكبر من 70 okay and don't have to test everything. Sorry. While والdo while أكيد موجودين كمان. في عندهم بس one specificity. So while اللي انت بتعرفها العادية while condition then execute this set of actions. And I think في عندها format تاني فيك تعطلها نقطتين تفتح ال braces and you say and while something like that. Okay. You don't need actually to use هذا الفورمات الغريب اللي موروث من ال PHP versions الأول لأنه actually it works already very fine with the usual while loop اللي انت بتعرفها اللي انت متعود عليهم. Okay. So هون بس لهذا ال weird syntax I'm gonna refer to the to the book once again. Okay. Okay. هون sorry هون you don't need these braces. هذا هو الفرق فيهم لأنه you can put all your blocks. Okay. Statement one, statement two. Okay. And you put and while with a semicolon كمان بالأخير. Okay. Sorry. اللي سامع. أكيد. بتعمل بخلي الداتابيز هي تجيب لك اياها in the most efficient way and you get one record only. يعني تخلي سيرش بقلب الداتابيز. إذا anyway أنت ما قدرت تعملها using a query بس من ال 1000 يوزر كنت حصلت على 100 let's say فيك تبرم فيهم بقلب الميموري. ف usually you combine both techniques. 100% بس just in case أنت something that is not easily representable using a query بالداتابيز وجايك set of results then you can filter them. هلا nowadays حتى ما بتصير بالميموري عندك على السيرفر انت نهار اللي بتبعت له set of apartments that fulfill the request تاعه حقهم بين هالقد وهالقد وهن بمنطقه بيروت. اذا هو بعدين بده يفلتر فيهم في كثير ويب سايتات بتحسهم ما بيعملوا حتى كويري ما بيرفجفنوا للبراوزر بيقول له عندك مثلا مثل السلايد بارز بيقول له فرجيني مثلا يكون السايز بين هالقد وهالقد هو عم بيزن بتلاقي لك الجي كويري عم بيفلتر لك التيبل عم بيشيل لك ريزلتس ويحط لك ريزلتس جديد دايناميكلي بقلب الصفحه. ليش؟ لانه بيكون بعتين ريتش موديل جيسون داتا عم معروضه هي اكوردنجلي بقلب الكومبوننتس لما هو بيغير بالكريتيريا بتغير وبتفلتر عنده بقلب البراوزر فانت بتكون فعليا بعت له معلومات منها سريه بعت له 600 ابارتمنت هو عم بيعرض منهم اول 20 بس مجرد ما انت غيرت بالكونديشنز الجافا سكريبت لحاله بصير بيخفي ايتمز بيعرض ايتمز. سو بعد هيدي بين انك تفلتر بقلب الداتابيز او تفلتر بالميموري على السيرفر او تفلتر عند الكلاينت بفضله يا يفلتروا بقلب الداتابيز لان بيعرفوها اتس افيشنت اند اتس ميد فور ذس تايب اوف ورك او دغري عند الكلاينت سايد ما بيعملوا شيء هن بالكود عندهم على السيرفر سايد they avoid it. اوكي السيرفر عنده مليار كويري بده يقعد يجاوب عليه. What else actually do while كمان you can use it. It has only one single syntax. So بتحط البلوكس اللي انت بدك اياهم and then you put while, you put your condition and you put semicolon بالاخير. ما حدا ينسى لازم يحط له semicolon مثل كل لغات البرمجه. اوكي okay. Excellent. الفور actually فيك تستعمل انت الفور العاديه for initial condition
اوكي. سيمي كولن اوقات الطلاب بيحط بغلطوا بيحطوا كما ما يمشي الحال، لانه كل وحده منهم هي عباره عن ستيتمنت. سو فيك تحط انيشال كونديشن، ستوب كونديشن، اوكي، والانكريمنتيشن ستيب، اوكي. بسموها هيك ان جنرال، بعدين بتحط اكيد البريسز تاعك بتحط الكود اللي بدك اياه. بسموها لايك ذس لانه ممكن انت باي ذا واي يكون انيشال كونديشن تقول له فور الكي از ايكوال تو نيم، الكي حط لي بقلبه الدولار بوست دوت نيكست كي اذا كان في هيك شيء بالحياه، بالانكريمنتال ستيب. وستوب كونديشن هي وايل انه بتحط له الستوب كونديشن هي انه البوست array dot still has keys, okay, something like that. يعني لو على البروغرامينج بالجافا انت فيك تقول له for scanner as equal new scanner semicolon scanner dot has next هي الكونديشن تاعيتك، كانك عم تقول i اصغر من n. طالما اوكي طالما السكانر has next، الانكريمنتال ستيب هي scanner as dot next line، اوكي، وتستعمل على هالاساس. يعني فور ايتش لاين موجود بالفايل تعمل شيء معين، اوكي. هذه في حال بعد ما حدا خبركم اياها، مش 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 قاعده، مش فرض، مش فرض صلاه، هي لا بالسي ولا بالجافا ولا هون، انه يكون دائما عندي انا انتجر واعمل له انكريمنتيشن وشيكه اذا بعده اصغر من فاليو معين، اوكي. هي عن جد الفور بكل لغات البرمجه انكلودينج بالبي اتش بي، ما في جديد على البي اتش بي ولا على غيرها. يو كان جيف وات ايفر كونديشن، ستوب كونديشن، انيشال كونديشن اند انكريمنتيشن ستيب. وبالتالي مثلا هيدي حتى الانكريمنتال ستيب او الستاب سمبلي فيها تكون انكريمنتال ستاب او ديكريمنتال ستاب، فيك تعملها اوكي، فيها تكون ستاب وات ايفر ستاب بدك اياه. هلا مسابي عندهم كمان باللوب فور تاعيتهم في عندهم انذر سينتاكس ذات از نايس، فيك تقول له ذا سيم ثينج، اوكي. سو فيك تحط ذا سيم ثينج تك تك تك، تحط نقطتين مثل الوايل، تحط الانستركشنز تاعولك and don't need the braces لانه بالاخير فيك تقول له and for ملزقه ببعضها، اوكي، مع سيمي كولن، اوكي. شايفين هدول and while والand for هن شغلات جديده، شو بيسمحوا لك تعمل؟ بس انك عم تحط نقطتين لتبلش، عم تكتب and for لتخلص. لا حط braces اهين بكثير وانت متعود عليها، اوكي. بس just know انه موجوده، طلعت على stack overflow اي محل شفت snippets of code عاملين هيك مفروض تفهمها، وقت تحسها غريبه، استاذ ما علمتنا الكلام، سو موجودين، اوكي. الغير الفور، في فور ايتش كثير لذيذه معموله مخلوقه خصوصي للاريز فور ايتش، اوكي. اللي دارسين معي جافا المفروض يكونوا مرئين على الفور ايتش الموجوده كمان بقلب جافا. نحط نحن بقلب الفور، نحط فور، نفتح البارنتيسس، نحط ذات سي عندي اري اوف سترينجز اسمه نيمز، اوكي. سو بنكتب، حكتبها هون وامحيها. سو بنكتب الفور العاديه بقلب جافا، بنكتب فور ايتش، بنكتب فور سترينج ان ان، هيدي بصير اسمها ان، اوكي. سو ان نيمز، اوكي، اس او بي هالان هيدي، اوكي. هيك بصير بيروح على كل نيم اسمه ان بقلب الاري اللي اسمه نيمز، بيروح بيعرض لي، اوكي. سو وي هاف ذا سيم كونسبت هير بقلب شو اسمه. سو هون فور اكزامبل في يقول له فور ايتش دولار ساين بوست، اوكي. وهون في يقول له او از دولار فاليو، اوكي، او في يقول له اكشلي في له فور ايتش دولار ساين اندرسكور بوست، اوكي، از سوري بلا از دولار كي از ماب تو دولار فاليو، اوكي. يعني فور ايتش بير اوف كي فاليو، شو الفرق بيناتهم؟ كليرلي هيدي الدولار فاليو هو حيعبي لك اياها. كيف هيدي؟ كيف من شوي لما كتبت فور سترينج ان ان نيمز، الان هو حيعبي لي اياها وحيخليها وحيعمل لها ات ايتش ستيب، يخليها تاخذ ذا فاليو اوف ذا اذر نيم، ما هيك؟ عم بقول له اس او بي ان. فهون لما تقول له، كانك عم تقول له فور ايتش فاليو ان بوست، اوكي؟ يعني هون بس الفرق مع البي اتش بي انه البينون، اوكي؟ كان عم بقول له هون فور ايتش فاليو ان بوست او فور ايتش بير اوف كي ان فاليو ان بوست دو ذيس. شو الفرق بيناتهم؟ هون فيك بس تعرض لي انت ال value، اوكي، اذا بدك، او تعمل فيها اللي بدك اياه، فيك تعمل تعمل لهم بقل تحطهم بقلب array of strings، او تعمل فيهم شيء تعمل فيهم بدك اياه، تعرضهم وحده ورا الثانيه، تعمل backslash n او br بعد كل وحده. او هون صار actually فيك تعرض لي اياهم هون، تفرجيني اياهم كلهم سوا،
فيك تقول لي ايكو دولار كي اوكي مع اشارة الامبلايز مع دولار فاليو اوف اوف اوف. لكن بتخيل في كذا واحد منكم هلا لقط الفكرة، لكن هيدا اللي من شوي نحن عيطنا له دامب فار دامب اوكي، وعرض لنا كل شيء فيه بيرز اوف كي فاليوز مكتوب بقلبه كود مثل هيدا اوكي، بس مشان ما انت كل مره تضطر ترجع تكتبها اوكي لحالها هي مبرمجه. والحلو فيها انه الفار دامب هي كمان مكتوب فيها كود شوي معقد اكثر من هيك، بيقول لك اذا الفاريبل اللي اعطيتني اياه بين بارنتيزز دوت جيت تايب هو اري فعرض لي اياه لايك ذس، بس اذا كان نورمال بس عرض لي ايم تو كذا كذا. زائد انه عم بيعرض لك كمان اللينث، اذا كان سترينج عم بيعرض لك اللينث تاعه، اذا كان انتجر بيقول لك شو وضعه بالحياه اند سو اون اند سو اون. اوكي سو الفار دامب اكيد بسهل لك اكثر بكثير، بس انت يو كان سيميوليت يوزنج هيدي اللوب. اوكي سو ذاتس ات. طيب وات اباوت الفاريبل ديكلاريشن؟ So variables. اجمالا الفاريبلز بيتبعوا النيمينج كونفنشن المعروفه بالحياه اللي انتم تعرفوها. So they start with dollar sign وبعدين اي سيكونس اوف كاركترز. اوكي في يكون في هون عندي letters plus underscore. اوكي اي letter انت عندك اياها مع underscore plus كمان digits من 0 ل 9. اوكي بس هون اول حدا كانت ستارت with digits okay the usual thing okay ما فيك تقول له دولار ساين 0 x ما بعرف شو okay ما بيمشي الحال okay الفاريبلز اجمالا بكره لما نحكي عن الفانكشنز بنحكي عن السكوب okay currently مبدا السكوب اللي انت بتعرفه فيك تطبقه هو ذاته اوكي مجرد ما تعرفتها برا بصير مبينه جوا، بس اكشلي في عندنا شيء فيري سربرايزنج لما نحكي نعرف بكره الفانكشنز، اذا عندك جلوبال فاريبل موجود برات الفانكشن ما بيعود ينشاف معك جوا، اوكي؟ الا ما تقول له يوز جلوبال فاريبل سم هاو، اوكي؟ اللي اسمه نيم الموجود برا، اوكي؟ ساعتها بحلك تستعمله بقلب الفانكشن. اكزاكتلي، ما هي ما عندك هذا الكونسبت بقلب الفانكشنز، اوكي؟ وحتحس فيها بعدين تفهمها مزبوط لانه الفانكشن فيك تعرفهم مثل كانهم ما في مثل المين انه هيك وصنف ورا بعضهم اوكي الميثودز وهيدي بتعيط لهيدي. الفانكشن فيك تعرفها بالهيدر من فوق وتستعملها بعدين لاحقا، فمشان هيك يو كانت ميك اني اسامبشن انه الانتربريتر تاع البراوزر مرق على سطر الفلاني وعرف هذا الفاريبل ايه ولا لا. اوكي سو مشان هيك كل شيء معرف برات الفانكشن انت بايدك لازم تقول له يوز جلوبال فاريبل الفلاني، هو بيصير بيروح على البيج الاتش تي ام ال اللي انت كاتبها البي اتش بي اللي انت كاتبها بيبرم عليه لهذا الفاريبل، اذا بعد مش معمل له انيشاليزيشن بينفذ كل الصوره اللي لازمين يعملها انيشاليزيشن. اوكي سمثينج لايك ذات. فمشان هيك مش احكي هلا كانت لي عن السكوب تاعهم. البوسيبل فاليوز اللي انت بتعرفهم في فرق شوي صغيره بين هون وبين برا. سو اكشلي انت فيك تقول له الفاريبل تايبس اللي انت فيك تعرفهم هن شوي محدودين بالنسبه للعاده. سو انت فيك تعرف اريز مثل ما انك شايف، بكره بنشوف بالتفصيل كيف فيك تعرف البوليان فاليو بول. اوكي فيك تعرف انت فلوت. اوكي فيك تعرف انت فيك تعرف سترينج. اوكي بس ما في دبل وشورت وانسايند انت. اوكي هدول التفاصيل كله ما عنده اياهم بحساباته. اوكي لانه على البراوزر شو حتكتب انت فاليوز، شو هالاختراعات اللي حتعملها العظيمه. اوكي يا رقم وفيه فاصله يا رقم عادي يا اما لايك بوليان ايفنتشلي. اوكي وسترينج بعدين انت فيك تعرف اوبجكتس اللي هن حقيقه كانهم فيك تعرف الاوبجكت كانه هو بس سمبلي امبد يعني سكريبت اوريدي هو جاهز ذات يو كان ريوز. اوكي وفيك تعرف كمان ريسورس. اوكي بكره لما نحكي عن داتابيز بنشوف how to define them. By the way الاري تكتب له قبله التايب تاعه هو ARR. بس مثل ما انك شايف من وقت ما بلشنا لهلا واشتغلت مع age وكان هو number وكل شيء، بس ما اضطريت لهلا اكترث او التكش انه شو هذا التايب تاع هذا الفاريبل. اوكي فهذا الشيء اللي كثير لذيذ. سو الداتا تايبس موجودين مثل ما انك شايف، فيك تخبر اي حدا عنهم اذا حدا سالك في داتا تايب تقول له ايه بس منه كثير strictly تايب. ثاني شيء بتقول له بس مش كل التايب كمان معرفين، هي ثاني ملاحظه. اوكي وثالث ملاحظه في عندنا شيء غريب اسمه ريسورس، بكره بنحكي عن داتابيز بنرجع نستعمله. والاوبجكت منهم هالقد هالاوبجكت اللي انت بتعرفهم بالحياه شوي عندهم سبيسيفيسيتيز، بس هي الفكره انه تقدر تحط انت مثل مجموعه سكريبتس مع تعملهم مثل يونت وحده وتعيط لهم باسمهم. اوكي
الكونستنت بس اخر شغله اختم معها. طبعا كل هودي فيكم تقروا تشابتر نمبر 19، انا حطيت لكم على جوجل كلاس روم تشابتر نمبر 19 بقلبوا كل هودي الديتيلز عم بحكيهم. بعد محتار اذا بعطيكم شيء لهذا الويك اند ولا لا، بس بليز اذا لو ما في كان هوم ورك بليز رجاء ترجيكم واحد واحد تروحوا تفتحوا الكتاب تقروا التشابتر نمبر 19 قد ما فيكم توصلوا فيه. اوكي حتقدروا توصلوا يمكن لسكشن بيحكي فيه عن السترينج مانيبيوليشن، اكيد قادرين تفهموه لحالكم، بس انا بعد ما شرحتهم هبلش من عندهم تنين وبالرايح. اوكي سو الكونستنت كيف واحد بيعرفهم؟ سو فيك تستعمل الكونست اوكي وفيك تستعمل كمان الديفاين. اوكي هذا لتعرف انت كونستنتس. الكونستنتس شيء بيميزهم ان هن they are unchangeable in your code. وطبعا في predefined constants موجودين already انت عندك مثل math.py تاخذ الباي نمبر اند سو اون. سو ليت مي بس جاست تشيك ذا سينتاكس اوف ديفاين لانه مش كثير متعودين عليه. سو انا في اكتب له كونستنت له انترست اوكي اندرسكور ريت نيمينج كونفنشن العاديه اللي انت بتعرفها انه كابيتال ليترز مشان الكل عم بيقرا الكود تاعك يفهم شو هي. اوكي سو انترست ريت ايكوال مثلا 0.03 سيمي كولن. هيدي ما بقى فيك تغيرها بكل البروجرام تاعك بكل بي اتش بي بيج تاعيتها. اوكي او في كمان كنت تقول له انت ديفاين اوكي نفس هالخبريه بس بتحطها بين دبل كوتس كانها هي صارت اسم فاريبل معين. اوكي سو بس الفرق بتحطها بين دبل كوتس بتحط لها كما وبتعطيها شو الفاليو تاعيتها اللي انت بدك اياها. سو ليتس سي 0.03 اوكي لو عم مثلا عنده واحد انه اكثر من مره بده يستعمل الانترست ريت، اذا كان الانترست ريت اكبر من كذا فعمل لي كذا، وبعد شوي بده يضربها بما عارف شو ليطلع. اوكي اذا بيستعملها باكثر من محل يو ديفاين ات از ا كونستنت وبتستعملي اسم الكونستنت مشان ما يكون بكل الفورمولاز. اذا عندك صفحه اتش تي ام ال كثير كبيره وكتب بي اتش بي كثير كبيره واستعملتيها اكثر من مره تما تصير انت كل الوقت تضلك عم انه كاتب بكل الكود 0.03، بيجي البنك بيقول لك لا انا بس هلا في عندي بدي زيدها بقى ماستر فلدين طلب مني حتى 0.04، بتروح على كل الكود تاعك تغيريه. اوكي سو اتس ذا سيم كونسبت اوف كونستنتس اللي هيدا. بليز اي كونسبت انتم بالبروجرامينج العادي مش لاقطينه اسالوني عنه، بس هي reasons to use الكونستنتس هون هي مثل الريزن تو يوز ات ان اني بروجرامينج لانجويج. اوكي بعد كمان شغله انه صحيح اتش ام بي اتش بي بيج وحده مش حتستعملي انت انترست ريت ب 10000 مره، بس بكره بنشوف كيف فينا هاو تو انكلود اي سيرتن بي اتش بي فايل نستعمله كانه لايبرري نعمل له انكلود باكثر من اذر بي اتش بي فايل. اوكي مثل ما كنا نعمل انكلود للجافا سكريبت فايل براني او سي اس اس براني، فهون كمان بتصير بتسيب انه عن جد كل الكونستنتس تاعولك بتحطيهم بقلب مين بي اتش بي فايل وبتعملوا له انكلود بكل الفايلات الثانيين، كمان هون محرزه اذا مستعمل بكل الصفحات تاعيتك انه يكون معرفتي از ا كونستنت. اوكي؟ سو اكتفي بهذا القدر، المره الجايه حنشوف شو هن الاوبريتورز. في عندنا كابل اوف اوبريتورز كثير عجيبين غريبين، اوكي؟ وهاو تو ديفاين فانكشنز اكشلي، اوكي؟ سو كيب تيوند وقروا الشابتر and you will enjoy the next session واللي بعدن الله راد. وساعتها للعطله بنعطي ان شاء الله بركي هوم ورك مرتب، بس هدول كلهم هن اوريدي هوم ورك انك تروح تجربهم بالبيت محمد، عرفت يعني كل واحد قادر ينزل الوامب سيرفر. حطيت لكم اللينك على جوجل كلاس روم، لو في روح معكم على البيت كنت بروح بنزل لكم اياه. بس نزلوا الوامب سيرفر عنكم بدور منه لحاله شغال، عندك براوزر بالبيت اي وود بليف، عندك نوت باد بلس بلس كمان بلاش بتنزل على الانترنت، and you can do everything we are doing here. Please يعني من هلا شوفوهم during the weekend لانه بكره بيجي الفاينل عندك ست مواد بدك تدرسهم at the same time. Okay? Thank you guys.